تاريخ مصر او من اهم المدافعين في تاريخ مصر كابتن محمود صالح. نتفرج ونحكي عنه. لكل جيل جنود مجهولين ادوا الكوره بحب واخلاص وتفاني وما خدوش مقابل ده الا القليل من الشهره والنجوميه، مقارنه بزملاء تانيين ربما يكونوا اقل عطاء وتالق، وده بسبب طبيعه دورهم في الملعب او لقله تواصلهم مع وسائل الاعلام. محمود صالح مدافع الأهلي في الثمانينات وبداية التسعينيات كان من أهم اللاعبين دول، بعد ما فرض نفسه كلاعب أساسي لأكثر من 10 سنين في الفريق الأول وحصل على ثقة كل المدربين الأجانب اللي قادوا الأهلي في الفترة دي زي الإنجليزيين دون ريفي وجيف باتلر والألماني فايتسا والوطنيين محمود الجهري وطه اسماعيل ومحمود السايس وأنور سلامة. في حي بولاق أبو العلا اتولد محمود صالح يوم 16 أغسطس سنة 60 وانضم لقطاع الناشئين في الأهلي ومنه للفريق الأول بداية الثمانينات مع الجيل العظيم اللي صعد لنهائيات بطولات إفريقيا 6 مرات متتالية وقدر يحصل على 5 بطولات منها 2 منها في أبطال الدوري و3 أبطال الكاس وسجل هدف نادر جدا في شباك أسك الإفواري في ربع نهائي بطولة 84. على المستوى المحلي ساهم النجم الكبير في فوز الفريق ب 13 بطولة في الدوري والكاس، وكان ضمن الفريق اللي حصل على الكاس الأفرو أسيوية سنة 89 لما كسب يوميوري الياباني في طوكيو والقاهرة. سنة 92 خسر الأهلي لقب الدوري لكنه عوض جمهوره الكبير بالفوز بواحد من أغلى ألقابه في كاس مصر لما تفوق على الزمالك 2-1 في النهائي، وكانت دي آخر مشاركة لمحمود صالح واعتزل بعدها بعد قرار الأهلي بعدم قيده هو والثلاثي الكبير ربيع ياسين وعلاء ميهوب وطاهر أبو زيد. ورغم القرار الصادم فضل صالح على حبه وانتمائه للأهلي ورفض اللعب في أي مكان تاني بعد ما دخل تاريخ القلعة الحمراء من باب العظماء كواحد من أكثر اللاعبين مشاركة في المباريات منذ تكوين أول فريق للكورة سنة 1911.